وبعدين بقى في القعده اللي احنا قاعدينها دي. يو وانا بكلم روحي ولا ايه؟ بنت يا مديحه بكلمك من صباحيه ربنا وانا بضم في الصحراء. ايه يعني بتقولي ايه؟ لو حياه امك ما تطلعيش ضربينك عليا انا مش ناقصه. كنت بقول ايه يعني هنفضل قاعدين كده؟ من يوم ما الهام وقلبت وشها وهي دخلت اوضتها وقفلت عليها، ايه يعني حصل ايه ده كله؟ وانا ايش عرفني؟ ما انا قاعده اهو زي زيك يا سناء. طب بقول لك ايه؟ ما تروحي تشقري عليها. انت مجنونه؟ بعد اللي حصل؟ ثم انت لو هتموتي بقى وتعرفي اللي حصل ما تقولي انت تهزي طولك وتدخلي لها. ده انت حتى نديمتها. لا يا اختي انا خايف، انت مش شايفه منظرها كان عامل ازاي؟ دي كانت تصور قتيل. طب بقول لك ايه؟ ايه تاني؟ اهدي عليا وحياه ابوكي. عمرك شفتي ماما الهام بتزعق قبل كده؟ يعني الست القمريه دي ايه اللي يقلبها كده؟ ده انا اللي معشاها قد كده خفت منها. ومين سمعك؟ يعني خفتي؟ ده انا ركبي ثابت. انا عمري ما كنت اتخيل ان الاسود دي تخرج ماما الهام. صحيح هي ليه ما بتخليش حد يدخل اوضتها؟ وانا مش عرفني. انا من يوم ما جيت هنا وهي تدخل وتقفل باب اوضتها وراها، حتى وانا وهي لوحدينا في البيت ما استجراش ابدا هو بناحيه اوضتها. بس برضه ايه اللي حصل يعني عشان تقلب وشها كده؟ طب بقول لك ايه؟ خلاص اخر حاجه هقولها، مش هشوفي وشي تاني. لو مش هشوف وشك يا سناء يا ريت تقولي وتخلصيني. عايزه ايه؟ تفتكري ماما الهام مخبيه ايه في اوضتها خايفه عليه كده؟ طب والنعمه ما انا قاعده لك يا اختي.